امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قداس عيد الميلاد المجيد اللي ترأسه البابا تودروس الثاني في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وده لتقديم التهنئة بعيد الميلاد. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا، مش بس في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها، مش بس في مصر. أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة ومناسبة سعيدة، وكان المفروض إن أنا أقول يعني كل سنة وأنتم طيبين، وأدي الفرصة القداسة للبابا إنه يعني، طب هقول لكم بس تشك. طب ادوني بس فرصة، أولا خلولي إن أنا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله بقداسة البابا وبيكم كلكم، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا. وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي انا بقدر بيه قداسة البابا، وده مش من فراغ. وانا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة اسمع حديث لقداسة البابا أو حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته أجد فيه حكمة وفيه بلاغة عظيمة جدا. مش هنسى أبدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الأحاديث الأخيرة ديت، لما قال الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول أبداً أبداً. ولازم النقطة دي إحنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد إنها تبقى متأصلة في نفوسنا وحتى في الأجيال القادمة في أولادنا الصغيرة، إن إحنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز أقول لكم إن إحنا محتاجين دايماً نأكد في كل مناسبة إن إحنا واحد. مفيش أي شكل من أشكال التفرقة بيننا، ما ينجحش أبداً. اسمعوا كلامي، مش ليه كنت بقول الكلام اللي أنا بقوله ده، والله ما بقوله ليه كنت بقوله، لينا كلنا. بقول الكلام ده لينا كلنا، كل الناس، وإحنا بنحبكم. فكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. دي أول نقطة حبيت أتكلم معاكم فيها. النقطة التانية برضو لينا كلنا. أنا شايف إن الناس، اسمعوا كلامي، قلقانة. الناس في مصر قلقانة وخايفة. مش هقول إن ده مش مبرر، بس إذا كان كلامي يطمنكم لازم تطمنوا. إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة. ولو سمحتوا يا كل الناس، يا كل المصريين،
أنا ببقى في كل مناسبة بتكلم وأقول بقول الحكاية عشان تبقوا عارفينها. ما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول. يعني إيه الكلام دوت؟ كل واحد يعرف على قده، الموظف، المدير، اللي قبله، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، لغاية لما نوصل لأعلى اللي ربنا أراد إن هو يبقى متولي المسؤولية. يعني حد هيعرف، مع كل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين زي قداسة الباب في شؤون الكنيسة؟ لا. وبالتالي لما حد، أنا جبت المثل وأرجو إنك تعذرني قداسة الباب، يعني اسمعوا، اللي يتكلم إن ما كانش يعرف وأكيد مش هيبقى عارف. تشكر الطفلة الجميلة اللي بتقول وأنا بحبك والله. أحيا مصر. بس خلوني أنا، أصلي يهمني قوي، متشكر جدا. أنا مش هطول والله عليكم عشان قداسة البابا، لكن عايز أقول لكم إن من فضلكم أولا ما تخافوش. طب ليه ما تخافوش؟ الكلام مش ليكم انتوا بس، ما الناس كلها دلوقتي بتتفرج عليا في البيوت. يعني انا بكلم كل المصريين، ما تخافوش لسببين. الاول ان ربنا موجود. هيسيبنا يعني؟ يعني ربنا هيسيبنا؟ انا بقول على ربنا اللي خلقنا كلنا. اسمعوا مني من فضلكم، متشكر جدا. طب اسمعوا مني بس. طب استنى بس، طب انا بس عايز اقول الكلمتين دول مهمين. اسمعوا كلامي، الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم قوي، لان انا شايف وسامع كويس قوي ان الناس في مصر قلقانه. طب انت قلقان ليه؟ يقول لك انا خايف عليها، وانا سعيد بخوفك عليها. فانا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الاولاني ان ربنا موجود، وهو اعز من الكل واكبر من الكل، ويقدر يعمل كل حاجه طيبه لينا. طب احنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق، ادي واحد. اتنين، احنا كدوله بمسؤوليها حريصين على ان احنا الازمه الكبيره اللي موجوده في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا. الدنيا هتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت هتبقى مختلفة عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وإن كنا بنعاني. يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم، هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير، اقل حاجه اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناه السويس قداسه البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجه ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجة هعملها هقولها لكم كلكم. وزي ما أنا بتكلم كده هتكلم وأقول. طب حاجة تانية أخيرة وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ أنا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يحفظكم، ويا قداسة البابا دعواتكم الطيبة لينا والمصر، دعواتكم الطيبة لينا والمصر، كل سنة وانتم طيبين.
كل سنة وكل المصريين بألف خير. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعادة خلونا نبتدي الأول بالأخبار اللي حصلت امبارح، وأبرزها كان تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بعيد الميلاد. كمان السيدة انتصار السيسي هنأت المصريين بعيد الميلاد وقالت دايما معا على أرضية المحبة، وأخبار تانية كتير هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال الرئيس على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبداً عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية. ودعا الرئيس في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفاً: كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائماً وأبداً في أمن وأمان. وامبارح هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام والشعب المصري بخير وسلام وأمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ودائماً معاً على أرضية المحبة، تلك القيمة الأعظم في رسالة السيد المسيح عليه السلام. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير من اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد حول جهود الهيئة في محافظات الوجه القبلي في مختلف محاور التنمية، وأكد رئيس الوزراء تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية بهدف دفع خطط التنمية في الصعيد بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة لتنفيذ مشروعات تساهم في رفع مستويات التشغيل، مع إتاحة المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. امبارح كمان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 لحد 6 يناير 2023، تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. في محافظات مصر كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها إنشاء موقف جديد للأتوبيسات لتقليل التكدس داخل المدينة في محافظة مطروح. كمان في محافظة الوادي الجديد هيتم تنظيم مسابقة لحفظة القرآن، بالإضافة أيضا إلى وصول الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام لتوزيعها مجانا على 2000 أسرة في كفر الشيخ، وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنستعرضها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها تأكيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية مشروع نقل موقف الأتوبيسات من داخل الحيز العمراني بمنطقة الكيلو 2 لتقليل التكدس والازدحام جوه المدينة وتحقيق سيولة مرورية فيها، وأوضح أن إنشاء مجمع مواقف متكامل بشكل حضاري ضروري ليليق بالوجهة الحضارية والسياحية بمدخل مدينة مرسى مطروح عند منطقة الكيلو 10 مطروح اسكندرية. وفي الوادي الجديد هيتم تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة في شهر رمضان المبارك، المسابقة بتيجي نتاج التعاون المثمر في مجال الدعوة، خصوصاً أنه هيتم رصد جوائز بقيمة 200,000 جنيه للفائزين في احتفالية ليلة القدر. الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أعلن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية الذهبية مركز بيبا مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات، وهي البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وتم الكشف على 1147 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أعلن عن وصول الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية في مدن وقرى المحافظة في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية نفذت بروتوكول لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم الاتفاق على مد وصلات مياه الشرب لعدد 2000 أسرة من الأسر الفقيرة بالمجان بهدف توفير حياة كريمة لهم بتضمن المعيشة في سكن مناسب وبتتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية. شهدت مدينة إسنا في محافظة الأقصر افتتاح فعاليات معرض أهلاً رمضان لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وده كان بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. وهيستمر المعرض طول السنة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية.